مساء الفل والجمال على مشاهدي قناه تن. انا شهيره ابو سيف وكل يوم اكله معايا الشيف هاله مضحكاني. مساء الفل عليكي، ولازم يبقى مساء الفل والجمال طالما انت موجوده يا شهيره. والله يا حبيبتي وانت ايقونه الجمال والسندريلا النهارده. ربنا يخليك. زمان ودلوقتي الناس عاملين ايوه جاملوا بعض جاملوا بعض. مساء الفل عليكم جمهورنا الحبيب، جمهور تن وجمهور برنامج كل يوم اكله، وهو فعلا اسم على حق، احنا فعلا كل يوم اكله. بقالنا يومين يا شهيره بنعمل كبده وبنعمل سجق، ايه رايك بقى النهارده بناء عن طلبك برضو؟ ايوه خدوا بالكم عشان بعلم عليها. السجق كان بناء على طلبها، تمام؟ لما عملنا حلقه الكبده قالت لي بالراحه بقى، عارفين كده بتخاطب قلبي الحنين. ايوه طب والسجق يا شيف هاله؟ قلت لها من عينيا الاثنين اعمله لك بكره. عملنا حلقه السجق، انا عايزه اطلب منك طلب صغنطوط كده يا شيف هاله، الرز بلبن بيفشل معايا، ممكن تعملي لي الرز بلبن يا شيف هاله؟ بصيت لها كده وبعدين وبعدين معاكي بقى وبعدين مش هتجيبيها البر معانا في البرنامج ولا ايه؟ عموما انا تحت امرك يا حبيبتي. ده انا اللي تحت امرك، ده انا بتعلم منك كل يوم يا شيف. حبيبه قلبي ربنا يخليك. انا بتمنى سواء انتي او جمهورنا الكريم اطلبوا انتوا عايزين ايه، يعني شوفوا ايه الوصفه اللي تحبوا نكررها تاني وندخل عليها تكات حلوه تاني ونعملها لكم بالتفصيل الممل، تطلعوا ان شاء الله من الحلقه اساتذه في الوصفه. اتصلوا بينا وعندكم الارقام موجوده اهي على الشاشه، اتصلوا بينا واطلبوا انتوا عايزين ايه نحطها في الخريطه، وفي اقرب حلقات ان شاء الله نعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. بمناسبه الحلقات بس عايزه انوه على حلقاتي يا جماعه، احنا معاكم، انا معاكم جمعه وسبت وحد الساعه واحدة كل اسبوع على قناة تن في برنامج كل يوم اكلة، جمعة سبت حد الساعة واحدة باذن الله. يعني النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن، واشوفكم بقى على خير يوم الجمعة ان شاء الله. توحشينا والله يا حبيبة قلبي، ربنا توحشيني بجد، ملبيالك كل رغباتك اهو. لا ومحضرالك بقى لسه تانية للاسبوع الجاي. الله اكبر الله اكبر. طب قبل ما نبتدي في الوصفة ايه رايك نقول التردد الجديد؟ تنويه للسادة المشاهدين ان احنا تردد القناة الجديد 11842 افقي، تمام؟ معامل استقطاب افقي، معامل ترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6. يعني التردد الاساسي 11842 افقي، تمام. يعني انا دلوقتي يا شهيره عشان اجيب التردد الجديد لقناه تن علشان يبقى ثابت معايا ويشوف الشاشه اكبر كاملة. أيوة. هنجيب التردد يا جماعه الجديد 11842 افقي علشان تشوفوا كل الحلقات الحلوه وتشوفوا كل يوم فعلا اكله وبنقدم لكم ايه كل يوم. زي ما قلنا النهارده عندنا الرز بلبن. المشكله اللي دايما بسمعها لسه ما سمعناش مشاكل شهيره. ده انا بس مشاكلي عظيمه. لسه ما عرفناش مشاكلها ايه في الرز بلبن. انتوا دايما مشكلتكم الرز بلبن بتاع اللبان بيبقى وشه مكرمش كده وعامل زي ما يكون عليه قشطه، مهما اعمله في البيت الاقيه نشف، ولو قعد لي بالليل الاقيه شقه عمل لي زي الطريق الصحراوي كده. أيوة عمل لي زي الارض العطشانه. شقة من ايه؟ طب الوش ليه بيطلع كده وليه ناشف عند اللبان بيبقى طري جدا؟ كل الاسرار وكل اسئلتكم دي هنجاوبها النهارده معانا. اهم سر معايا المقادير اللي انا جايبها لكم، ما تخرش الميه، نمشي على المقادير واحنا مغمضين بالظبط، هيطلع لك احلى من رز اللبن اللبان باذن الله. يلا بينا نسمي بسم الله. يلا بقى والمقادير. يلا انا مستعجله. وبعدين ندخل على التحضير. يا شهيره اتفضلي. هشتغل على لتر لبن، ويفضل انه يكون بلدي زي ما هو كده بحاله بقشطته، ما اتغلاش ولا اتحط على النار، وده اهم سر في الرز بلبن المظبوط. تمام. لو بلدي يجي كده بالكيس زي ما هو ما اتغلاش الاول. ده لتر لبن. هنحط عليه نص كوبايه رز مغسوله ومتصفيه. نص كوبايه الرز هتتسلق في كوبايتين ميه بالظبط. يا جماعه المقادير دي عصاره السنين، دي خبره السنين يا شهيره. أيوة. نص كوبايه رز يا جماعه على كوبايتين ميه هيتسلقوا مع بعض الاول، وبعد كده لتر اللبن، وبعدين نص كوبايه سكر، بتخلي كده التسكيره بتاعت الرز بلبن على الحياد يعني مظبوطه جدا. مش مسكر قوي ومش ناقص سكر. نص كوبايه سكر ومعلقتين كبار نشا، لان انا هسلق الرز وكل ده هنتكلم عليه دلوقتي. تمام. ومعلقه قشطه لو موجوده عندك. قشطة. لو في معلقه قشطه يبقى خير وبركه، مفيش كفايه قوي اللي احنا هنعمله في الرز بالظبط كده. هوطي النار بس لان انا طبعا بسلق برده نص كوبايه رز، فمحتاجه ان انا اوطي النار شويه.
نعمل ايه بقى اول خطوه؟ ايوه في حاجات كتير هنتكلم عليها، بس نبتدي اول خطوه الاول. تمام. اول خطوه، بص يا استاذ طلعت، مساء الفل يا استاذ طلعت، مساء الفل على كل حبايبنا الكاست الجميل اللي موجودين هنا، حبايبنا في قناه تن، كلكم منورينا ومشرفينا والله. اول حاجه هعملها نص كوبايه رز يا شهيره، ركزي معايا. ايوه انا مركزه والله، ركزي معايا، انا لازم اروح اعمله وراكي، فانا مركزه. يلا، نص كوبايه رز على كوبايتين ميه، ناخد اكرام. اكرام، صباح الفل، صباح الجمال، الحلويات دي شفانا حبيبه قلبي يا اكرام يلي دايما منوراني والله. يا رب يخليك ويكرمك، وصباح الخير على عصفوره المطبخ. ايوه عصفوره المطبخ. صباح الفل، صباح الفل عليكي، صباح الجمال. صباح، ايه رايك يا شيف هاله لو تضيفي لنا كل يوم معلومه من المطبخ؟ قولي لي زي انا ما بثقش في حد غيرك. اي حاجه في المطبخ، مثلا تنظيف بوتاجاز، ثلاجه كده يعني. حلو قوي. اول معلومه عشان خاطر اكرام يا جماعه النهارده، تعقيم الرخامه بتاعه المطبخ، كوبايه خل احط عليها كوبايه ميه واحطها في بخاخه، وهي دي تعقيم المطبخ كله. يلا يا عم تأمريني. تأمروني. سمعتي اكرام؟ خلاص احنا عرفنا. شهيره منبهره. انا متفاجئه. حبيبه قلبي سمعتي، عقمنا هو الرخامه، كوبايه خل وايه وليمون. كوبايه خل، لا لا ليمون ايه، ما انا سمعت ليمون والله، ما جبتش سيره ليمون خالص. كوبايه خل، كوبايه ميه، الاثنين متعايرين بنفس المج او نفس الكوبايه. وبجيب البخاخه واحطهم على بعض، واقفل البخاخه وارج وافضل طول ما انا ماشيه في المطبخ. ده تعقيم المطبخ. ما بنحطش اي مطهرات خالص جوه المطبخ. المطبخ يتعقم يا جماعه خل وميه نسبه 1:1. تمام. فقط. في بخاخه مثلا، انا قطعت خضار، قطعت لحمه، حتى البلانشه نفسها اللي بقطع عليها، اجيبها واروح حاطه الخل على الميه بخاخه بالبخاخه، واسيبها شويه، وبعدين بمنديل او فوطه نظيفه امسح، خلاص عقمت الدنيا. تمام. مهمه جدا، وهنزلها لكم على صفحتي الشيف هاله فهمي بالعربي، كل ده بنزله على الصفحه اول باول. تمام. تأمروني يا جماعه. يبقى نرجع لوصفتنا النهارده، الوصفه الذهبيه للرز بلبن. نص كوبايه رز حطينا عليها كوبايتين ميه. تمام. وهنسيبهم يتسلوا لغايه ما يوصلوا بقى يا شهيره للمرحله دي. تعالي بقى دي كده نرجعها على النار تاني. نشوف بقى شكله بقى عامل ازاي. استني الحله سخنت. بص يا استاذ طلعت بقى، الرز مش مجرد يستوي، لا ده يوصل لمرحله كانه عجن. يعجن جدا. فاهمه انت ازاي؟ تمام. في نفس الحله اللي انا سلقت فيها الرز هنزل باللبن على طول البلدي من غير غلي. ما نغليهوش، هو هيغلي مع الرز. طب ايه فايدته؟ كنت بعك الدنيا. ده انا كنت يعني اغلي واعمل بسم الله. بصوا كده، بص يا استاذ طلعت، يلا يا باشا انا معاك اهو. شايفين الجمال اهو يا استاذ طلعت، اهو من الكيس الله. مباشره للحله اهو. طيب ليه، ايه لازمه الحركه دي؟ الحركه دي يا جماعه لما اللبن ما بيتغليش الاول، بيغلي مع الرز، كاني حطيت قشطه، وكاني حطيت كريمه لباني، وكاني طعمت الرز بلبن ده بمليون حاجه، وهو ما عليهوش غير رز مسلوق واللبن بس. وبيعمل لك وش، ووش كمان يكرمش وكل حاجه، وانت اصلا ما حطيتيش بس في التكه دي. بس. مهمه جدا. الواحد كان فاكر ان الموضوع صعب الحقيقه، شفت. اول ما انزل باللبن قبل ما يغلي، هنزل بنص كوبايه السكر اللي اتفقنا عليها. وكده ده السكر بتاع الرز بلبن كده، اللي هو على الحياد، اللي يعني هو على اصوله. بالظبط، اللي هو يعني تقولي كده بسم الله ما شاء الله، تاكلي 10 بولات رز بلبن ما تحسيش. ما تحسيش كلتي يعني. مش مثلا كلتي بولات تحسي تقيله، مش قادره، السكر زياده. هي بس كده، الكلام ده فيش. الكلام ده نعلي النار بقى. حلو قوي. يلا بينا، توكلنا على الله. يا مها الفل يا شيف هاله، يا صباح الهنا على عيونك. ازيك يا مها؟ والحلاوه كل يوم كده، نعمل ايه يعني؟ هي المعاكسه دي، اروح منكم فين بس؟ من زمان بقى، بينكات وسيمون وحركات. يا حبيبتي الله يكرمك يا حبيبتي والله، فضل الله وفضل دعواتكم. وصباح الخير عليك وعلى الاستاذه شوشو القمر اللي جنبك. صباح الفل عليك يا مها، صباح الفل عليك، وتسلم ايدك على كل حاجه بتعمليها. يا حبيبتي ربنا يكرمك. انا بتعلم النهارده يا مها الرز بلبن بقى من اول وجديد. يعني تعلمي منها كل حاجه جميله ان شاء الله. استاذه هي استاذتنا. يا رب يخليك يا رب. تعيش يا مها، تعيشي حبيبه قلبي في رعايه الله.
بصي بقى يا شهيرة، ايوه دلوقتي احنا حطينا اللبن من الكيس على الرز بعد ما اتسلق خلاص مع الميه، كوبايتين ميه ونص كوبايه رز، غليناهم وسلقناهم لحد ما شرب خالص، حطينا اللبن زي ما هو. لا في تكه عدت عليكي لانها مهمه جدا. انا بسلق الرز بالميه في نفس الحله اللي هكمل فيها الرز بلبن، يعني ما ينفعش اسلق الرز بالميه في حاجه وبعدين انزله على اللبن، منزلاها في حله ثانيه وبعدين انزل، لا انا بسلق في نفس الحله اللي هكمل فيها وصفه الرز بلبن. تمام طيب ماشي خلاص كده، دي طبعا مهمه جدا. اوكي طيب بعد ما اتسلق بقى خالص وصل شرب الكوبايتين، وتبص ليه خلاص بقى بالبلدي كده بيبقى اسمها ايه، فنش فنش، يعني الرزات تخنت كده زادت. فهمت. بنعمل ايه بقى يا شهيره؟ نحط اللبن. ايوه من غير ما نغليه. برافو. قبل ما يسخن ويغلي نكون حاطين نص كوبايه سكر. ده كلام زي الفل، مركزه اهو، ما انا لازم اعمله. نص كوبايه سكر على لبن قد ايه؟ على كيلو لبن. كيلو لبن. لتر لبن. لتر لبن. حلو قوي. تمام. طيب هنا ممكن حد يقول لك مثلا ايه، طب انا ينفع اعمل الكلام ده بلبن علب، لبن الشركات؟ طبعا ينفع جدا. تمام. ينفع جدا بنفس الطريقه برضو، مفيش اي مشكله خالص، لكن اللبن البلدي بيديكي طعم رز بلبن اللبان اللي هو القوي شويه. ما عندناش مشكله. يعني هو اللبان برضو خيره. بالظبط. هو اصلا كيس اللبن لما ينزل كده هو اللبن زي ما انت قلتي خيره فيه. ايوه زي ما هو بالظبط، زي ما هو كده. طيب شيف، هلا نشوف رحمه بتعمل رز بلبن ولا لا. يلا يا رحمه. الو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ نورتيني. ازيك يا قمر؟ عامله ايه؟ عاملين ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا لولي؟ الحمد لله تمام يا لولي. عامله ايه؟ وانا لولي ما سمعتش. الله الله الله، دلعيني يا اختي كمان وكمان. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه؟ يا رب. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الله يخليكم منورين. ايه رايكم في الرز بلبن؟ انا بحط له قشطه، انا صعيديه اصلا. ايوه. وعايزه اطلع معاكي يا لولي. بتحطي له قشطه وايه؟ بحط له قشطه، قشطه كده في اللي انا بعمله. بصي بصي اهي، وبديله غلوتين، وبديله غلوتين واسيبه يسكت شويه. ايوه اهي، حطي القشطه وسيبيه واطفي عليه واتمريه، وبعد كده ارجعي تغليه تاني، هتكون القشطه دابت جواه. عايزه تحطي منه في الفرن. حطي. هنعمل كده. هنعمل كده. اصبري اصبري عليا بس. واحده واحده يا رحمه، علشان انا بتوه. انا بتعلم. اصبري على كل الكلام الجميل اللي بتقوليه ده، هنعمله دلوقتي مع بعض خطوه خطوه. حبيبه قلبي اشكرك يا قلبي اشكرك. قالت لنا بحط قشطه، وانا محضره القشطه. ايوه شوفي. وانا محضره القشطه دايما سباقه كده يا شفاء. حبيبه قلبي، احنا بنتكلم يا شهيره ان في ناس تقول لك ايه، طب لو انا ما بحبش القشطه او ما عنديش قشطه او يعني حاجات كتيره بتكتبوها بتسالوني فيها، فالحركه اللي عملناها دي هي لوحدها دي كفيله، يعني هي دي لوحدها كفيله ان انا ما استخدمش قشطه ولا كريمه لباني ولا غيره. تمام. لكن لو انا عايزه اقويه اكتر واخلي الرز اللبن بتاعي واو واو، حط معلقه قشطه. واو واو يعني مذاقه اتقل اكتر. صح. غمضي عينيكي بس، مش عايزاكي تبصي للحركه دي. خلاص انا غمضه. الحق بسرعه 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 قبل ما تاخد بالها. انا مغمضه. حطيت قشطه. معلقه يا شهير. ايه يعني؟ هو ماله يا شهير؟ معلقه يا شهير. تقفي النش على الواحده، اديها الناس لبعضيها. كيلو قدامه معلقه ولا حاجه، يعني مش مشكله يعني. بالظبط. هنا دلوقتي اللبن والرز والسكر يغلوا مع بعض مع حته القشطه، والكلام ده كله بقى على ما نطلع فاصل ونرجع يكون غلي مع بعضه، نكمل وصفه الرز بلبن سوا. فاصل قصير بس، اوعى القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنلبي رغبه شهيره معانا ان هي عايزه تتعلم الرز بلبن، فبنعمل لها الرز بلبن اللي بيديكوا نتيجه زي الجاهز بالظبط. سيبكم من الاسامي الكبيره، احنا بنعمله في البيت، اللبن ضامنينه، الرز كل حاجه بعملها على ايديا انا ضامناها مليون في الميه. تعالوا دلوقتي قبل ما نكمل الوصفه بقى يا استاذ طلعت، نشوف الوش المكرمش
اللي هو شكل الرز بلبن بتاع اللبان اللي انتوا دايما بتسالوا عليه. يلا بينا، بسم الله. بصوا المنظر، بصوا شهيره، نفسي في مره يطلع كده عندي. هيطلع كده، بصوا المنظر، شايفين المنظر عامل ازاي؟ ولسه هوريهولك دلوقتي يا استاذ طلعت كمان وكمان. قولي بس يبقى انهي اتجاه عشان نوريه لحبايبنا. بصوا الوش بقى عامل ازاي، مش هو ده شهيره اللي بنشتريه بالظبط؟ والله اللي بنشتريه. نبقى هنتجنن على شكل الكرمشه بتاعت الوش دي. والله يعني انا لو عملته في البيت هيبقى كده، هيبقى كده. بص يا استاذ طلعت اهو يا جماعه، شوفوا الوش عامل ازاي، والقوام كريمي وناعم جدا. جدا ازاي اهو، شايف معايا؟ يلا انا مستنياك. بصوا لو 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 هزيته شويه هيقع. ده معناه ايه؟ معناه انه كريمي خالص مش ناشف. اهو ده كده معمول، بصوا من امبارح، شوفوا اهو من بالليل، والله كانه لسه طازه، كانه لسه معمول بالظبط اهو. شايفين الكرمشه الحلوه دي اهو؟ طيب شهيره، واحنا كده بنكمل الرز بلبن، عايزه اسالك سؤال تردي عليه بسرعه. طيب تخيلي بقى ان انا مره كان معايا مذيعه وجوزها كان مسافر بره وعايش بقاله كتير بره، ماشي؟ وفجاه وهي على الهوا لقيته مثلا بيكلمها وكده، تفتكري كان ساعتها رد فعلها ايه؟ كده قلبها هيتخطف. طب انت قلبك هيتخطف دلوقتي، كلمي جوزك. خطفتها لك يا عم، خطفتها لك. الو ايوه، هو انت كمان اتخطفت ولا ايه؟ شيف هالة، ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ بخير والله، عامل ايه؟ ما شاء الله عليك، منوره الشاشه بصراحه. يا رب يخليك، ده بقى بص امورتك وعصفورتك الحلوه هي اللي منوره الدنيا. لا وبعدين مظبطانا بقى امبارح سبايسي، النهارده رز بلبن، دي احلى حاجات انا بحبها اصلا. ما عشان عشان كده بتساليني عليها. قلت لي بقى مش هي اللي عايزه تتعلمها، دي عايزه تعملها لك. خلي بالك عليها، مش هوصيك عليها. عينيا، ده شهيره دي حبيبتنا والله. ربنا يخليك يا شهيره. نعم هي مش هنا دلوقتي. هي مش هنا. منوره والله العظيم، انا فخور جدا بيكي. لا بقول لك ايه، استنى ربنا يخليك، استنى انا ما سمعتش انت قلت ايه. قلت لها ايه؟ بحبك. الله الله الله، حلو الحب اللي على الهوا ده، ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك ان شاء الله. ان شاء الله النجاح بنجاح، انا فعلا فخور بيكي جدا. بشكر الشيف هاله، بشكر الدكتور هشام، ربنا يخليك. شركه بيطام ما شاء الله يعني عليكم بالنجاح والتوفيق دايما باذن الله. ربنا يخليك، وكانت لشهيره احلى مفاجاه والله. بصراحه ربنا يخليكم لبعض، ربنا يحفظكم يا رب. اللهم امين. شكرا يا حبيبتي، شرفتني. ايه رايك بقى، خطفتك ولا لا؟ لا اتخطبت الصراحه. خلاص يا استاذ طلعت شهيره، مش عارف تكمل الحلقه. فرصتي الحلقه بتاعتي النهارده يا جدعان، انا خلاص موتها. خلاص يا استاذ طلعت ما تجيبش الناحيه دي. يلا بينا بقى يا جماعه، يعني قبل ما هي تفوق نخلص حلقتنا ووصفتنا، يعني نعيش بقى مع نفسنا كده. دي لسه بتقول، دي لسه فيها الروح. لا هو حبيبتي. يعني هو بصي يا شيف هاله، هو من الناس، من الرجاله، عارفه انت الناس اللي تبقى ورا مراته وزقيقها لقدام. هو يعني انا يعني لولاه حقيقي انا ما كنتش بقيت هنا. يعني انا بحبك قوي يا محمد، وحقيقي بجد هو لولاه انا ما بقتش كنت هنا. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، ويحفظكم كده ويبعد عنكم العين، ويبعد عنكم النفوس الوحشه يا رب، ويجمع شملنا، لان احنا بقالنا كتير مش مع بعض. الكورونا بعد بس شايفه الدنيا. هو متابع ازاي بيدعمك، عن طريق ايه؟ عن طريق عبر البحار والمحاطات. عبر القارات بعت لها بحبك عبر القارات. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي، وشكرا. طب نرجع الوصفه بقى؟ طبعا. ولا الناس تزعل على ما فوق انا بقى يعني. على ما هي تفوق تكون الحلقه خلصت باذن الله. نقابلها الجمعه الجايه. دلوقتي المقدار المظبوط للنشا، وليه هنحط نشا؟ لاننا سلقنا الرز الاول في الميه، غير الطريقه الثانيه اللي احنا عارفينها ان احنا بننقع الرز في اللبن فبينزل النشا بتاعه في اللبن. للاسف الطريقه دي ناس كتير ما بتظبطش معاها، لكن دي وانت مغمضه هتعملي احلى شويه رز بلبن. فالمقدار المظبوط للتر اللبن هنحط معلقتين كبار نشا. يعوضوا لي يا شهيره النشا اللي نزل في السلق. في السلق، فهمتيني؟
طب يا شيف هالة بقى بصي من نماذج برضو المحترمة جدا 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 واللي بشوفها بعيني بصراحة، حضرتك هتقولي ألو دلوقتي. أنا هقول ألو دلوقتي دلوقتي قبل ما أحط النشا. أيوة قبل ما أحط النشا. ألو 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 أيوة أكلم شهيرة؟ انت بتوجيه المفاجأة. شفتي بقى شفتي بقى لا بتقول اكلم شهيرة اياد حبيبي، انا محتاج بس اكلم الشيف هلا فؤاد. اتفضل يا استاذ اياد معاك. اهلا وسهلا حبيبي، نورتني نورتني في قناة تن زي ما انت منور حياتي كلها. الشيف هلا فؤاد؟ ايوه يا فندم ازيك. بس انت قريب قوي مش هتبقي هلا فهمي، هتبقي هلا فؤاد. اشمعنى اشمعنى؟ زي بيومي فؤاد كده كل ما تحاول الاقيكي. حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب وتحرمش مني. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. واهم حاجه فايده الناس. طبعا. واهم حاجه انك بتطلعي تضيفي لهم معلومه. صح. تنوري لهم حاجات كانت غايبه عنهم. صح. تصلحي لهم زي ما بتصلحي لشهيره كده. ايوه والله يا شهيره هتتعبك قوي في المعلومات يعني. انا معاها واحده واحده واحده. انا بتعلم كل يوم حاجه جديده يا استاذ ايهاب والله. ربنا يوفقك يا رب. والتوفيق دايما ليكوا شركة ديتارم جلوبال، الشركة الراعية للبرنامج، وناس محترمين ومنزلين منتج محترم عن تجربة. ايوه انا شخصيا. ايوه الحمد لله حبيبي ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يديك الصحة. وعايزة اقول لك بقى زي ما جوز شهيرة قال لها، انا اللي هقولها لك، بحبك ايه بس. ربنا يحفظك يا رب. بس لا يا شهيرة بالحلقة انا مش هكمل. خلاص كده احنا هنعيط بقى. ماشي بالتوفيق ان شاء الله. حبيبي في رعاية الله في رعاية الله. نرجع بقى، بترديها لي يا شهيرة؟ يعني انا عامله لك مفاجأة انت. لا والله يا شيف فعلا انا يعني اقول لك على حاجة، يعني النماذج زي زوج حضرتك وزي جوزي وكده، يعني احب دايما ان دايما تبقى منتشرة. يعني احنا حقيقي. بشوف دايما على السوشيال ميديا خلافات كتير قوي، والستات كتير دلوقتي بقت تشتكي اللي جوزها بيخونها واللي جوزها بينكد واللي جوزها. لا في نماذج رجالة الحمد لله لسه موجودة. صح. والحمد لله محترمة وتستاهل كل حب وتستاهل كل تقدير. فعلا ده حقيقي يعني. فعلاً. الحمد لله. طب يلا بقى نعمل الرز بلبن عشان ايوه عشان احنا هنعيط. بص يا جماعه انا عايزه اوريك حاجه يا استاذ طلعت قبل ما انزل بالنشا. تعالوا بصوا جوه الحله هتلاقوا بصوا الدسامه باينه ازاي على الرغم ان هو كيس لبن عادي، يعني كيس لبن جاي من عند اللبان، بس ابتدى يعمل وش من قبل حتى ما يبرد وهو لسه سخن على النار. اجي انزل بالنشا لازم الحله تكون بتغلي معايا، وانا مدوبه يا شهيره النشا في ميه او شويه لبن ما يكونش سخن. تمام. ما ينفعش لازم يبقى ساقع. فيلا تمام. بينا بصي بقى نلف الحله كده عشان النشا ما يكلكعش معاكي جوه الرز. تمام. الف الحله كده، ايد بتلف وايد بتنزل بالنشا سرسوب كده. بسم الله. شايفه ازاي اهو؟ فهمت. اهو واليد الثانيه بتلف. الله عليك يا استاذ طلعت. الله ينور الله ينور الله ينور. بصوا اهو ايه اللي حصل، الحله بتبتدي تتقل لكن مش بتختم. في فرق يا استاذ طلعت بين انها تختم يعني ابص الاقي قفلت معايا الاقي المضرب ده بيتحرك بالعافيه. وبين انها بصوا شايفين القوام عامل ازاي. تمام. ادي يا جماعه. طب معلش شيفال عشان خاطري ممكن تقولي لي قد ايه نشا وقد ايه ميه تاني؟ معلقتين كبار نشا في نص كوبايه ميه مش اكتر من كده. معلقتين نشا في نص كوبايه. معلقتين كبار نشا في نص كوبايه ميه او نص كوبايه لبن على البارد الاول. تمام. ادوبهم في بعض وزي ما شفنا كده نلف الحله، ايد بتلف والايد الثانيه بتنزل بالنشا بالميه سرسوب بس كده. ياخد غلوه اول ما يغلي اعرف ان النشا جواه استوى. نحضر له بقى دلوقتي البولات الحلوه اللي هنقدمها. هي دي الحته اللي ما بعملهاش. اللي هي انا بسيبه بالرز بقى يا شفاء. بصي شفاء انا مشاكلي مع الرز بلبن انا لازم اقولها لك. يلا حالاً. يا اما غرقان كاني باكل شوربه. يا اما واقف كده الرز الايه طالع كده من وعامل بقى خطوط وانفاق واعضاء، يعني في حاجات غلط دايما كده بتحصل. مشاكلك دي كلها هتتحل بحاجه واحده بس. المقادير المظبوطه. مقادير بس. مقاديرك اللي احنا ماشيين عليها النهارده مظبوطه هيطلع معاكي زي العسل. خلاص. هو غلي اهو نطفي النار على طول ما شاء الله عليه ولا كلمه. نطفيه اهو. تمام. بس يلا بينا بقى نغرف. بسم الله. الله على البولات الحلوه. دي بولاتي حلوه جبتها من النيش. حلوه. واخيرا فتحت النيش عشان خاطر شهير، عشان خاطر قناه تن، يعني عشان خاطر جمهور تن الحبيب. جبت لكم البولات من النيش. بصوا شايفين القوام ده؟ اوعى حد يقول لك ده قوام خفيف، ده لسه لما يبرد
يتقل سيكة كده، بس يتقل كريمي بقى، يبقى كريمي. شايفة ازاي؟ اهو بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. يعني انا كمان بعد ما احط النشا شايفين جماله؟ تعيش. يلا بينا. ضحكتني وانا بعمل الرز بلبن. هزود اهو والله. عيني عيني عيني، ده انتوا عارفين شويه الرز بلبن دول لو وقفت بيهم على باب القناه ده انا هكسب ذهب يا شهيره. ده ايه ده؟ طيب الفرن بقى، الرز بلبن الفرن هيتعمل ازاي بسرعه؟ قوالب زي بتاع بره بالظبط، محطوطه في صينيه واروح غرفه كده وادخلها تحت الشوايه في الفرن من غير اي اضافات على الوش خالص خالص، معتمده على القشطه اللي احنا حطيناها. برافو عليكي. معتمده كمان على ان اللبن منه فيه، خليكي فاكره كلمه منه فيه. بصوا اهو تمام. بس يا استاذ طلعت كده وتحت الشوايه وشكرا ليه. ادي الجمال. تسلم ايدك يا شيخ. يلا بينا يلا بينا. تسلم ايدك حقيقي. وادي شكل اللي في الفرن، وشفتوا الوش المكرمش بتاع الرز بلبن عامل ازاي. كان في اضافات تانية كنت جايبه لكم ايس كريم ومكسرات، بس بيني وبينك انا حاسه ان الرز بلبن كده والله شكله شاهي تحفه، مش محتاج اي اضافات عليه يا استاذ طلعت. صح ولا لا؟ يا رب كده يا شهيره نكون عرفنا نخليكي ازاي هتعملي رز بلبن مظبوط. انا بكره هقول لك انا عملته وبقيت استاذه فيه ان شاء الله. يوم الجمعه بقى. يوم الجمعه. ايوه هكلمك في التليفون يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تقوموا بقى تعملوا الرز بلبن دلوقتي زي ما عملناه خطوه خطوه بمنتهى السهوله زي ما شهيره هتعمله كده، وابعتوا لي التطبيقات الحلوه بتاعتكم على الصفحه عشان نشوف مين فايز، نعرض التطبيق بتاعه على شاشه قناه تن باذن الله. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. فاصل قصير بس هو القناة تتغير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وانا مش عايزه اقول بصراحه الاستوديو هنا عامل ازاي بعد الرز بلبن ده. وشيفه هاله، انا رجعت النهارده علشان شيفه هاله، بس هي يعني مش فاضيه شويه يعني، بتاكل الرز بلبن الحقيقه. خلاص بقى والله ما يتفوت. اما انا هاكل انا كمان ابدا. انا وشكرا. احنا رجعنا لكم برعايه فيتارم ايجيبت النهارده، هنشوف فيتارم ايجيبت هتعمل فينا ايه في اللي احنا عاملينه النهارده ده. معانا الجميله ريم غانم. ازاي كريم؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ وحشتيني، وحشتني شيف هاله، وحشتني مطبخك. الحمد لله على سلامتك ونورتي الدنيا كلها يا ريم والله يا حبيبتي. ربنا يخليكي. عارفين يا جماعه ريم يعني من بناتي من زمان قوي، من سنين، ودايما بيبقى فيه لينك بيننا كده مع بعض. حتى علمتونا ان احنا كنا بنقعد على الهوا بنضحك. يعني عارفين هي معروف عنها ان هي ما شاء الله عليها، يعني مش هقول في الشتاء عايمه، بس هي بشوشه. ربنا يخليكي يا شيخ هلا. ما ينفعش حد يشوفك وما يضحكش، انت ما شاء الله عليكي جميله. قلبي قلبي يا ريم. النهارده انا جايه لك بعد فتره كبيره جدا، وجايه لكم بكورس يعني نقول النسف. يعني النسف ده بيبقى صعب جدا لان الدهون بتبقى عنيده اللي هي بتاعه الوراثه. في ناس بيبقى عندها سمنه موضعيه من الوراثه. وراثه صح. طيب وفي ناس بيجي لها سمنه من كتر ما احنا بناكل حاجات فيها كالوريز عاليه، فبيجي لها منطقه البطن، الارداف، الاجناب المزدوجه، البروز اللي في الظهر، الدقن المزدوجه. صح. انا جايبه لهم بقى كورس هيقضي على كل ده. وبس هيقضي على كل ده، لا كمان هينزلك في الاسبوع من 3 ل 5 كيلو. من 3 ل 5 كيلو في الاسبوع. انت قصدك يا ريم ان مثلا في عيله بيبقى جسمهم شكل واحد بالظبط، حتى الرجاله والستات، دي هي دي السمنه الوراثيه. مظبوط. صح كده؟ يعني مثلا عيله فيها مثلا ايه الارداف مليانه بالظبط، تبص تلاقي سواء الرجاله او الستات نفس المنطقه، عندهم نفس المنطقه دي، نفس المنطقه. ساعات بتبقى وراثه وساعات بتبقى احنا اكتسبناها من حياتنا الغلط في الاكل. تمام. فدي انا جايه لك اقضي عليها تماما النهارده، لان هي بتبقى عنيده وبتبقى صعبه جدا في النزول. طب انا عندي الكوشت بتاعي بينسف المناطق دي تماما.
بمعنى انا هشتغل على المنطقه دي بس. طب لو انا عندي 10 كيلو زياده 15 كيلو هقدر انزلهم بمنتهى الامان. حلو جدا. طيب الكورس النهارده ايه بقى؟ 70 يوم. 70 يوم. حلو قوي. يعني شهرين و10 ايام. مظبوط. احنا الكورس بتاعنا النهارده ده في الحساب يا شيخ. مش عارفه انا جبتها. رز بلبن. رز بلبن. ايوه خليكي متفوقه. انا هاكل بقى. انا اللي هاكل. يلا اتفضلي. بصراحه انا هاكل امتى؟ 70 يوم. يعني احنا متعودين على انهم شهرين بقى. 70 يوم. احنا عملنا العرض النهارده 70 يوم علشان احنا عندنا وقت بنخس فيه، وقت بننحت الجسم فيه، بلس ال10 ايام الاخيره دي بنثبت بيها. حلو قوي. يعني احنا كمان عندي تثبيت. عندي تثبيت في نفس الكورس. مظبوط. حلو قوي. 70 يوم بعينا بقى ايه النهارده؟ بخصم 70%. يعني كمان. احنا نسميه كورس السبعين. ايوه 70 و70. كورس السبعين 70 يوم. تخيلوا كورس بيغطي لي 70 يوم وكمان الخصم 70%. حلو قوي. طب احنا نقول الهدايا ولا نستنى شويه؟ كمان في هدايا. نشوق الناس. كمان في هدايا. شوفي دخله علينا دخله قويه. يعني احنا راجعين بعد. ايوه عودنا احمد جريم. راجعين بعد فتره فاكيد جايين بخصم كبير وكمان جايين بهدايا كويسه. حلو. دلوقتي احنا كلنا عارفين فيروس كورونا وكلنا محتاجين ناخد حاجات لمنعتنا. طب انا جايبه لك فيتامين سي مجانا على الكورس. الخصم 70% والفيتامين سي مجانا، وكمان معانا علبه الكبسولات الثانيه مجانا. يعني هتطلبي الكورس دلوقتي هتاخدي علبه كبسولات، علبه نقط، علبه اعشاب، ومعاهم كمان علبه كبسولات مجانا وفيتامين سي مجانا. حلو. يعني الكبسولات، علبه كبسولات تغطي شهر كمان. مظبوط. صح كده. يبقى انا عندي الكورس الاولاني يا جماعه اللي هو كبسولات ونقط واعشاب. ده اساسي معانا، اساسي الكورس، وعليه كمان كبسولات تانية بتغطي شهر تاني. مظبوط. وبعد كده عندنا فيتامين سي مجانا طبعا. ده انت عارفه 70% خصم و70 70 يوم. فيعني و70 الحمد لله على السلامه. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. ليه مش 100؟ طيب هجيب لك خصم مره 100 تقولي 100 الحمد لله. هتجيبي ال100 هنقول لك 100. هتجيبي ال70 هنقول لك 70. يبقى يا جماعه النهارده فيتارمي ايجيبت مقدمه لنا عرض اللي احنا سميناه على الهواء عرض ال70، بيغطي 70 يوم بخصم 70%. يعني انا في الكورس الاساسي بدفع حوالي ربع الثمن. مظبوط. بيجي لي كورس كامل بيغطي لي شهر وكمان شهر وعشر ايام. شهر وعشر ايام. وفي كبسولات كمان بتغطي لي نفس المده. مزبوط. زائد كمان عندنا فيتامين سي مهم جدا، مش للمناعه بس طبعا، ده المناعه دي حدث ولا حرج. يعني طبعا كلنا محتاجينها. ده كمان البشره والشعر، الشعر والضوافر وكل حاجه. كورس كامل متكامل. انا عشان كده بقول احنا مش هنحتاج ناخد حاجه مع الكورس. حلو. الكورس بتاعنا بيسد الشهيه، بيعلي الحرق 4 أضعاف كانك بتتمرني بالظبط، كمان بينحت الجسم. يعني احنا عندنا كبسولات زي ما قلنا في الاول للدهون العنيده، بطن ارضيف، كل ده بينحت لك منطقه البطن الارضيف، بلس انه كمان بيثبت لك وزنك بعد نزوله، بيظبط لك بشرتك، شعرك، ضوافرك، فمش بتحتاجي تاخدي اكسترا بايت. طب تعالي نقول للناس يعني ايه بيثبت لي الوزن. يعني بيعمل ايه؟ يعني بعد ما اخس يعني ايه اثبت الوزن؟ شهيره صح سؤال مهم. ممكن بعد اذنك يا شفاله قبل ما هي تجاوب نشوف عمرو لو كل رز بلبن. يلا هينسف معانا ولا مش هينسف؟ انا هاكل. يا عمرو اتفضلي اتفضلي. الو. ايوه يا عمرو. ايوه ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. قول لي يا عمرو بتاكل رز بلبن يا عمرو؟ باكل رز بلبن. بتاكل رز بلبن؟ خدت الكورس معانا؟ خدته مع الرز بلبن. طيب اتفضل معاك ريمه. ايه ازيك يا عمرو؟ صباح الخير. صباح النور. قول لي يا عمرو احنا عملنا ايه؟ اخدنا الكورس؟ اخدنا الكورس ولسه لحد دلوقتي ماشيين عليه ما شاء الله. طيب قول لي عملت ايه؟ وزن قد ايه كان ودلوقتي قد ايه؟ كان وزني 122 ودلوقتي وصل 105. 105 في قد ايه يا عمرو؟ حلو جدا. هو انا يعني بدات في الكورس اهو بالتاني، فبقى لي شهر و10 ايام ولسه فاضل 20 يوم. حلو ما جدا. ده هو كده نزل زي ما الكتاب بيقول. بالظبط 17 كيلو. الله ينور عليك بجد. طيب ممكن تقولي حسينا باي حاجه؟ اي حسيت بصداع، حسيت بدوخه، اي حاجه؟ لا ما يعني ما فيش سايد افكت خالص. يعني دي اهم حاجه. طب يا عمرو كان في اي اكل انت محروم منه او اتعمل معاك بقى رجيم قالوا لك لا انت هتمنع ده مش هتاكل ده الكلام ده؟ رز بلبن لا الكلام ده كله. لا بصي انا كنت باكل بس قللت، يعني ما بقتش اكل بس كل حاجه كل الانواع. حلو تسالي على حاجه كده. طب والحلويات كان تمام معاك برضو؟
يعني باكل بس طبعا بقلل يعني. ما يعني مجرد ان كميه الاكل قلت لكن انت كل حاجه بتاكلها. انا عايز اكل يعني. ونزلت ما شاء الله. حلو قوي. ما شاء الله حلو جدا. برافو عليك يا استاذ عمرو. حلو قوي قوي. يعني مبروك حياتك الجديده وانت لسه مكمل معانا وان شاء الله توصل النتيجه اللي انت عاوزها. احنا ان شاء الله حاطين في الخطه ان احنا نوصل للوزن المثالي. وده يعني خلاص الوقت قليل قوي لان هو الوزن مع الطول فاضل له 20 كيلو تقريبا. طبعا. يعني نزلنا 17 في وقت قياسي. يعني 20 دول شهر كمان. بالظبط. كرسي كمان. بالظبط. كرسي كمان وخلصنا وثبتنا كمان. نرجع بقى لحته التثبيت. يعني ايه انا دلوقتي خسيت؟ يعني ايه بقى في نهايه الفتره اثبت؟ يعني اعمل ايه؟ بصي يا حبيبتي احنا الكبسولات بتاعتنا بتاخد حيز من فراغ المعده. فونس ان انت استمريتي عليها مده شهر او شهر ونص بتبقى اوريدي المعده صغرت. فبعد ما بتخلصي الكورس بتبقى معدتك بقت صغيره اللي هي ال 20% اللي اتبقى من المعده. فبتاكلي وجبه اقل. فكده الوزن بيثبت معانا. الوزن بيثبت بسهوله جدا لان انا اوريدي عودت المعده على وجبه اقل. طيب الكبسوله بتعمل كده يا ريم. مظبوط. الكبسوله بتخسس وبتثبت في نهايه المده. مظبوط. يبقى ده كورسنا النهارده يا جماعه من فيتارم ايجيبت. الكورس بتاعنا النهارده تاني كورس السبعين يوم. اللي بيغطي لي 70 يوم متواصلين ما شاء الله. ما بدفعش حاجه غير ربع ثمن الكورس. مظبوط. في الاول. مظبوط. لان الخصم 70% كبسولات ونقط وعشاب. ده الكورس الاساسي عليه 70% خصم. عليه كمان كبسولات تانية برضو دي هدية. وعليه كمان فيتامين سي اللي بصوا يعني متعدد الفوائد وكلكم عارفين الكلام ده. كل الكلام الحلو ده هيجي لنا مجانا. بس احنا نتصل على ارقام التليفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة او عن طريق الصفحة على الفيسبوك. ننزل لكم الصفحة شوفوا شكلها. فيتارم ايجيبت. مظبوط. فيتارم مصر معانا. دي اول صفحة اهي. تمام. دي الصفحة. دي صفحات يا جماعة شركة فيتارم ايجيبت. ادي اول صفحة فيتارم مصر. الصفحة اللي بعديها معنا فيتارم للتخسيس. فيتارم يعني صفحتين يا شهيرة. صفحتين فيتارم مصر فيتارم للتخسيس. حلو. وطبعا الارقام التليفونات اللي هنتصل بيهم ونبدأ. معلش هنبقى وراهم لان دايما وقت الحلقة بيبقى فيه ضغط كبير جدا على بالزبط. التليفونات. فنستنى شوية. وعلى فكرة برضو بيقولوا انه ممكن بنرجع نتواصل معاهم. بترجعوا تتواصلوا معاهم. طب يا ريم قوليلي يا ريم, في ناس كتير لما بتيجي تخس سواء بقى اخذت كورسات غير خالص وبيسبب لهم بعض المشاكل, بس بتقول لك انا ممكن اخس وبعدين برجع تاني ويمكن ازيد من الاول. فيتارم ايجيبت والكورس بتاعك النهارده بيحل لنا القصه دي ازاي؟ مختلف لان احنا الكورس بتاعنا معمول بتقنيه اسمها البي بي سي بتكسر الخلايا الدهنيه المسؤوله عن تكوين الدهون. فانا كسرت الخلايا الام, الدهون هتتكون تاني فين يا شوشو؟ خلاص ما بقاش في مكان. انا بحل المشكله من جذورها. تمام. خلاص ما بقاش في حاجه تتكون فيها الدهون. فاصبح ان احنا بعد نزول الوزن بنثبت تماما. دي كده معنى التثبيت. ان انا خلاص انا اهلت الجسم في فتره معينه. مظبوط. والمعده وصلت لحجم معين. صغير. بالظبط. ومش بس كده, ده كمان الخلايا الام اللي هي بتكون الدهون ما بقيت اصبحت غير موجوده. الكبسوله نسفتها تماما. عشان كده احنا بنقول كورس النسف. نسف ال 70 يوم هيغير حياتك تماما. حلو. وتحدي جداً. انا عايزه اتحدى الناس. عايزه اشوف الكبسوله الجديده بمفعولها الجبار مع مشاهدينك ومع مشاهدين شوشو طبعا. عايزه اشوف مفعولها معاهم وعايزه اشوف نتائج مبهره. بصي كمان الكورس بتاعنا مستو ان هو بيعلي الحرق. وانس ان انت وقفتي الكورس فاصبح الحرق بتاع الجسم عالي اوريدي. كانك بتعالج المشكله. بالظبط. فهتفضلي طول الوقت عندك الحرق عالي. مرضى الغده الدرقيه, مرضى الضغط, مرضى السكر تماما ما بيبقاش عندهم اي مشكله معانا. بيخسوا بمنتهى الامان. بلس ان الحرق بيفضل عالي. صحيح. حلو قوي. حلو. طب احنا دايما متعودين يا شفاء فيتارم ايجيبت علشان برضو للمصداقيه. وعلشان خاطر فعلا الناس تشوف فعلا النتائج الحقيقيه بجد بتاعتهم. بيبقى دايما معانا صور حالات يا ريم. انت دايما بتجيبوها لنا دايما معاكم. نشوف اول صوره. اول صوره معانا. باين جدا الكرش. باين جدا. ودي دي المنطقه اللي بنتكلم فيها تحديدا عند الرجاله كلها تقريبا منطقه البطن دي. وبيبقوا بيعانوا منها. واحنا عندنا المشكله دي حلها سهل وبسيط جدا بكورس حتى الشهر. ياخدوا الموضوع بينتهي تماما. والله مع ان كرش الرجاله دايما بيبقى معروف عنه منطقة. عنيد. ايوه يعني ما هي دهون المنطقه دي تحديدا عنيد. نشوف صور تانية. دي صوره تانية. الله. بنوته عسوله ما شاء الله. الله.
لا وايه بقى إيه؟ الثقه في النفس مخليها ايه لابسه حزام عريض. ايوه بقى خلاص هتين في وسطنا يعني يعني بتبين بقى الوسط بقى عامل ازاي. تبارك الله عليك. احنا هنا 118 تقريبا او 120، بعد كده احنا وصلنا في الصوره الثانيه دي ل 70 كيلو ولسه مكمله. حلو برافو 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 عليها انها خدت الخطوه دي. طبعا بتغير حياه الناس يا شيف هاله بجد. يعني انا بلاقي ناس ما كانتش بتشتغل، اول ما خست بدات تشتغل، بدات تتصور، بدات تخرج، كانت بتخاف من شكلها علشان التنمر والناس. طبعا بتختلف حياتها تماما. والصحه كمان يا ريم طبعا النفس صحتها بتختلف. يعني ممكن مثلا تلاقوا اصحاب السمنه وهو بيتكلم صوت النفس مزبوط. باين مزبوط. انها جانيه شهيره مش قادره تطلع سلم، وبيبقى سنها مش قادره تتحرك. على كل ده يعني هي تبقى عندها مثلا 20 سنه ولا 22 سنه مش قادره تطلع سلم بالظبط. ده مش بس كده، ده الناس ساعات بقى يا شيف عارفه ايه تقول لها؟ ايه ده انت عندك 40 سنه مثلا عارفه، ويقولوا لها يعني برضه بتبقى هي لسه ما اتجوزتش ولسه صغنونه وبنوته صغنونه وتتصدم ان الناس شايفاها كبيره من الوزن الكبير. ولا مثلا بتقف تشتري حاجه وهي بنوته كده مثلا ويقول لها يا مدام. الكلمه دي اتقالت لي يعني بتتكتب لي الشكاوي دي على الصفحه عندي كتير قوي. مزبوط. وانا اتخنقت، انا زعلت. طب احنا معانا تليفون. يط. يا ميسه. ايوه ازيك يا ميسه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اتفضلي معانا رز بلبن. ازيك يا ميسه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يخليكي يا رب. عايزه اقول لك بجد انت اكلك ده يعني حرام عليكي، انا واحده بخس دلوقتي اعمل ايه؟ هتاكلي الاكل بتاعي وفيتارم في ظهرنا، وانا بعمل حلويات وفيتارم في ظهرنا، واكل تيل وفيتارم في ظهرنا. يعني انا يعني عايزه الحمد لله يعني الاكل اللي انت بتعمليه حلو جدا يعني بصراحه ما بقدرش. ربنا يخليكي يا ميسه. لو ما يسألت لو هنا في الاستوديو كنت عملتي ايه؟ ده انا حالي حالي. لا ما انا فعلا لو عندك انا كده مش هتفتي خالص بقى. حبيبه قلبي ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. ازيك يا دكتوره ريم؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي اتفضلي. بصي انا بجد حابه اشكركم جدا 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 على الكرسي ده بجد والله. ربنا يخليكي يا رب. انا وصلت للمرحله دي. طب الحمد لله. قولي لي طيب كنا كام وبقينا كام؟ 19 كيلو اصلا في شهر وشهر و10 ايام بالظبط انا حاسباهم يعني ما شاء الله. 17 و19 حلو جدا الحمد لله. يعني انا والله كان عندي لبس كتير ما بعرفش البسه، بس يعني الاول صاحبتي كلمتني قالت لي تعالي نجربه انا وانت، قلت لها خلاص. لما كلمت الدكتوره وكده تابعت معايا والحمد لله بجد، يعني المتابعه بتكلمني كل اسبوع اصلا وعلى طول معايا دكتوره بتكلمني الصراحه وانا بحبها جدا اصلا بقينا انا وهي اصحاب. ربنا يخليك ما شاء الله يا ميسه. انت خلاص بقى الغي الهدوم القديمه وتجيبي مقاسات جديده. جديد بقى اتغنن بقى. نجيب مقاسات جديده. انا خلاص انا جبت خلاص نزلت عملت شوبينج بقى. الله الله مبروك عليكي. هتلاقيكي سعيده وفرحانه. جدا طبعا يعني فرق فظيع جدا في شهر و10 ايام ده مش مصدقاها طبعا. بس في خلال الفتره دي ما كنتيش محرومه من انواع اكل معين؟ لا 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 خالص. دي انا بقول لك انا بحب اكلك ده جدا يعني انا بشوفك على طول وبعمل زي ما انت ما بتعملي. عيش يا باشا. بتعمل اكلات اللي كنت باخد كورسنا. لا لا بصراحه ما كنتش محرومه خالص من الاكل، بالعكس يعني الدكتوره كمان مشيتني على نظام كويس جدا. حلو جدا. حلو. ما كانش كمان اللي هو دايت، لا يعني انا بصراحه ما اتحرمش الاكل خالص. هو ترتيب بس نظام دايت ورياضه؟ لا خالص، ولا دايت ولا رياضه ولا بتحرك كتير. انت عارفه بقى طبعا الفتره دي انا اصلا ما بنزلش اصلا ما بشتغلش فقاعده في البيت. حلو قوي. مبروك عليكي صحتك الجديده يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. ميرسي يا حبيبتي. شرفتينا يا ميسه. ميرسي يا ميسه. الفرحه الفرحه اللي في صوتها دي بجد عارفه يا شهيره يعني كست روح جديده يا شهيره. حياه جديده. تحس بقى انها حد جديد وبتبقى مقبله على الحياه. نفسيا بتبقى متغيرين طبعًا خالص. طبعًا. الستات بالاخص كمان بيأثر فيهم الكلام ده. الكيلو يعني بيفرق معانا. تخيلي هي نزلت 19 في بنطلون ما بيقفلش عشان كيلو. والله طبعا. سؤال بقى يا شيف هاله بعد اذنك، انه احنا 19 كيلو يعني انا مثلا لو انا مزنوقه في الكميه دي وعندي مناسبه بعد شهر مثلا انا اقدر اطلب الكورس النهارده ويفرق معايا في الشهر ده نلحق يا الشهر ده تلحقي تعملي ال 20 كيلو دول وتخلصي من الوزن الزياده تماما، وبلس ان انت كمان هتثبتي الوزن يعني مش ترجعي تزيدي تاني، تبقى انتهت مشكله السمنه من حياتك تماما. حلو قوي. في خلال الكورس ده بالظبط لو ما عندكيش وقت احنا نقدر نعمل حاجه اسمها الكورس المكثف بنظبط الدنيا، لو عندك وقت نقدر ناخده براحتنا. في ناس برضو يا شوشو ما عندهاش مشكله انها سمنه، عندها مثلا سمنه موضعيه زي ما قلنا في الاول، دول بياخدوا
كوش مثلا هي وصاحبتها، هي وجارتها، هي واختها، ويقسموه، ودي بتنزل المنطقه اللي فيها السمنه الموضعيه، ودي بتنزل الوزن الزياده. طيب يا ريم بعد اذنك هستاذنك تقولي لنا كورس ال 70 تاني على بعضه. 70 يوم يلا. ال 70 احنا معانا النهارده نوعين كبسولات بيقضونا 70 يوم. حلو. منهم علبه كبسولات كامله مجانا. اوكي. ومعانا النقط اللي بتضاعف معدلات الحرق 4 اضعاف، الاعشاب بتنزل الميه الزياده اللي تحت الجلد، بلس ان هي بتنزل السموم اللي موجوده في الجسم. بلس ان معانا كمان فيتامين سي اللي احنا محتاجينه جدا الفتره دي بخصم 70%، المتابعه مجانا والشحنه مجانا لجمهور كنتوا بس. ده فيتارمي ايجيبت يا جماعه، ده عرض فيتارمي ايجيبت النهارده، عرض ال 70 كورس كامل كبسولات ونقط واعشاب عليه 70% خصم. مش بس كده، ده عليه كمان كبسولات ثانيه تكمل مده ال 70 يوم برده. مش كده بس، عندنا كمان فيتامين سي بيقوي الشعر والبشره وبيقوي لي المناعه. وما تنسوش دايما ان الشحن مجانا والمتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. اتصلوا بارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم عشان تلحقوا العرض قبل ضغط التليفونات. اشكرك يا ريم. ربنا يخليكي. ميرسي، شكرا، انبسطت قوي معاكي. ميرسي يا ريم. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا شفايه، هتوحشيني لحد الجمعه، وفي لست قد كده للجمعه اللي جايه. احنا بس النهارده اهو يا استاذ طلعت عشان بس نفكر حبايبنا، عملنا مع بعض الرز بلبن من الالف للياء بناء عن رغبه شهيره. الخصم يا جماعه قد ايه؟ الخصم 70%. ايوه كده. يا استاذ طلعت يعني بجد بشكرك على كل حاجه حلوه بتقدمها وبتوريها للناس كانهم قاعدين معانا بالظبط هنا. بشكركم على متابعتكم الكريمه، وانا عن نفسي اشوفكم يوم الجمعه الجايه ان شاء الله الساعه 1. استنونا بقى ان شاء الله بكره باذن الله الساعه 1 برده. وما تنساش تردد القناه، قناه 10، اللي عايز يجيبها علشان يشوف الشاشه كامله ترددها 11842. اشوفكم على خير بكره وشيف جديد. باي باي.